السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غدا نوجد معكم اللحم بالبرقوق. عندي اللحم ديال الغنمي ديال العيد، عندي هنا تقريبا كيلو شي حاجه. عندي البصله، هنا عندي بصله صغيره، عندي 6 ديال البصلات صغار، غير البصله البيضاء والزيت. عندي الزعفران شعره ذوبته هنا في نص كاس ديال الماء. عندي 5 الفصوص ديال الثوم. عندي التوابل هنايا، كاين الخرقوم بلدي، سكينجبير، نص معلقه ديال المروزيه، الابزار، شويه ديال القرفه، الملح على حساب الذوق، نص ديال ضامد زعفران، والقزبر ومعدنوس. عندي مكونج لي تنبغي ندير، غاد نجبدو باش ما يكحلش. دابا غندوزو اللحم، غنديرو في الطنج في الكوكور. بسم الله. انا اللحم تنغليه، الغليه الاولى تندير ليه الماء الملحه، انت غتشوفوا معايا ندير ليه الماء وكندير ليه شويه ديال الملحه حتى تيغلى مزيان، نحيد هذيك الشيء اللي سيكون فيه، داك الدم وداك الريحه ديال الغنمي ما تتبقاش فيه، بحال تيتسلق من السلقه. غنشعل عليه البوطه ونوريكم حتى يغلى مزيان، وعاد نحيدو وعاد ندير العطريه. انتما من بعد ما طلعت الغاليه في اللحم، انا غير اللحم الغنمي ديال العيد اللي تندير ليه بحال هكا البكري ولا شي حاجه ما تنديرهاش. انتما غتشوفوا انا تندير ليه بحال هكا. عندي التوابل كامله هنايا، زدت عليها القزبر ومعدنوس. كيف كيبقى داكشي ديال اللحم كنخويه، ونعاود دابا نعاود من الاول نشرملو مزيان اللحم. دابا غندير عليه الزعفران وغطلق مزيان. التوابل كامله هنايا، تيجي زوين وتجي في كاع ريحه ديال الغنمي. اللي عنده الوقت يوجدو بكري ويخليه يبقى مرقد هنايا. انا هذا غير العبار ديالنا، قياس غير غدانا انا وليداتي. البصله هي شرملتها، ما نحتاجهاش دابا، بلاتي عاد ندير البصله. دابا نردو يطيب، نديرو تشحر. و اللحم ديالنا تيتقلى، خليته تقريبا 10 دقايق غير شويه ديال الماء والتوابل. دابا انا عندي البصله غندير عليه، اللي عنده بصله كبيره غيدير جوج كبار، انا عندي بصله صغيره شلتها. البصله البيضاء دغيا تذوب تجي زوينه. غندير شويه ديال الزيت، ما غنديرش بزاف. غطيت تشحر شويه، عاد نسد الكوكوط ونروي خلى بلاتي شويه. من بعد ما درت البصله تقلات واحد شويه، غادي ندير دابا الروي، قوي شويه باش ما نبقاش كل مره نزيد الماء. القياس اللي غادي يطيب فيه اللحم صافي. ودابا نسد الكوكوط حتى يطيب باش ندير البرقوق حتى هو يتسلق. دابا عندي البرقوق، عندي هنا رابعه ديال البرقوق، درتو فيه الماء تقريبا نص ساعه، غسلته مزيان
باش كيتنفخ يطيب دغيا. ما شفت لكم طياب واخا يكون قاص حسب بقا تبركوا عليه هكا بيديكم وترقدوه. انا رقدته نص ساعه وغسلته مزيان. عندي كاسرونه فيها شويه ديال الماء نديرو هنا باش يتسلق. قد ما بقى مرطب في الماء غادي يطيب لكم دغيا. مع شويه ديال الملحه انا غردو يتسلق. من بعد ما تسلق لينا البرقوق او تنفخ حسينا بيه دابا راه طاب غادي نصفيه. الماء ديالو كحل غنصفي هاد الماء. غادا ندير 4 ديال السكر. انا ما عنديش السايم دابا ندير هذا نكتفي بيه. وندير معلقه كبيره ديال القرفه وقا تكون عامر ديال القرفه كبيره. وغادي ناخذ المرقه شويه من اللي طايب فيه اللحم غندير واحد شويه هنايا. ندير واحد شويه ديال الماء غير شويه باش يذوب ليا السكر صافي. وغادي نرد في الخبوطه يتعسل. دابا من بعد ما طابينا اللحيمات ديالنا الصراحه طابو مزيان كيف جاو بصله الدوب ما كتبقاش تبان. غادي ناخذ واحد شويه ونحطو على البرقوق باش يجي فيه المذاق ديال اللحم حتى يجي مدغمر حتى هو. غادي غير واحد شويه صافي. زدت عليها تقريبا شي معلقه وصافي. ونخليه يتعسل شويه ونطفي عليه. دابا اللحم ديالنا هو طاب. دابا عندي اللوز غندير واحد شويه ديال اللوز في الماء طايب خليه يغلي نتلاقى معاكم ان شاء الله. ودابا من بعد ما وجدت الغداء ديالنا الغديوه ديالنا الصراحه اللحم بالبرقوق تيجي زوين. من بعد ما سلقت شويه ديال اللوز وقليته البرقوق عسلته وحطيته من الفوق. المغاربه معروفين باللحم بالبرقوق العراده ولا تشهى والحيمات بالبرقوق تيجي زوينين. والصراحه نتمنى يعجبكم. وإلا عجبكم ما تنساوش اشتراك في القناه وشي كومونتير يكون زوين. وبلا بيكم حنا القناه راه ما تطلعش. ونتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم بزاف. الى فيديو اخر وبسلامه عليكم.